السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا. الفيديو ده هيكون مقدمة لمجموعة من الحلقات الصغيرة اللي احنا هنتكلم فيها مع بعض، وهنجاوب فيها على أسئلة كتير، وهنتكلم في مواضيع كتيرة ممكن نكون يعني مش لاقيين وقت ان احنا نتكلم فيها، لا على الصفحة ولا على القناة ولا في الفيديوهات بتاعت المراجعات. اول حاجة حابب اقولها لكم بس بالاخ عبد الله عشان هو مش طايق نفسه وعايز ينزل، فبسرعه بقى. عبد الله ممكن تعمل للناس باي؟ لا، باي باي. ايوه كده. اول حاجه حابب اقولها بس ان عبد الله، انتوا دايما اللي متابعين حسابي على انستغرام بيشوفوا دايما الصور بتاعتي معاه. انا بحب ان انا اي تليفون جديد اجربه بحب ان انا اتصور انا وعبد الله صور سيلفي كده ونعرضها على حسابنا على انستغرام. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ وحابب اعرفكم بيه، عبد الله يبقى ابن اخو زوجتي مش ابني، يعني ناس كتير بتبقى فاكره ان هو ده عمر. لا، عمر ما شاء الله كبير، عمر هو اللي بيعمل مونتاج الفيديوهات بتاعتي على القناه، فده مش عمر، ده عبد الله ابن اخو زوجتي. الفتره اللي جايه ان شاء الله في رمضان هيبقى كل يوم جمعه وسبت، هنحاول ان شاء الله كل يوم جمعه وسبت هستقبل فيه الأسئلة بتاعتكم على القناة، فهستأذنكم تحت في التعليقات اكتبوا لي كل الأسئلة اللي انتوا عايزين ان انا اجاوب عليها ان شاء الله، وهسعى بقدر ما استطيع ان انا اجاوب على كل الأسئلة اللي هتوصلني. وهيبقى كل يوم جمعة في حلقة خاصة ممكن نتكلم فيها على بعض الحاجات ان شاء الله. فانا خليت بس حلقة الجمعة ديت على المقدمة كده التعريفية ديت، وان شاء الله كل جمعة وسبت هنعمل حلقتين، حلقة السبت هتبقى الإجابة على الأسئلة، وحلقة الجمعة هتبقى عن موضوع معين نبدأ نفتحه مع بعض ونتكلم وندردش فيه. أشوفكم على خير في فيديوهات جاية، في أمان الله.